هذه الوقفة هذه اولا درناها بعد خروج النظام الاساسي اللي اصبح الان سير مفعول بعد ان تم نشره في الجريدة الرسمية. هذا النظام الاساسي اللي كان كارثي بالنسبة للنساء ورجال التعليم وموظفي وزارة التربية الوطنية، والدليل ان كل الفئات تشتكي من هذا النظام الاساسي اللي كنا كنتمناو ان يكون واحد النظام اللي هو نظام عادل ونظام محفز للجميع، وان غادي يفضي مع ذاك النزاعات ومع ذاك الاحتقان اللي كان واقع هذه 20 سنه منذ ان كان ذاك النظام الاساسي السابق ل 2003. هذا من جهه، ومن جهه اخرى كذلك هذه الوقفه كتجي كتنسيقيه وطنيه لمدمجه وزاره التربيه الوطنيه اللي منذ التاسيس ديالها هذه اكثر من 3 سنوات، ونحن نطالب وزاره التربيه الوطنيه باحتساب سنوات الاشتغال في التربيه النظاميه سواء في الاقليميه العامه او في التقاعد. هذه الوزاره هذه استبشرنا خيرا في واحد الاتفاق كان مع النقابات الاكثر تمثيليه في اتفاق 13 يناير 2023، في حينما تم ذكر انهم سيتم احتساب الاشتغال للعرضيين والوضعيات المماثله في التقاعد، ونحن نعتبر انفسنا من هذه الوضعيات المماثله، ولكن للاسف تم ذكر فقط التقاعد، في حين نحن نطالب باحتساب سنوات الاشتغال في التربيه النظاميه في الاقدميه العامه وفي التقاعد. لذلك هذه الوقفه كتجي بعد سلسله من الوقفات، حيث نحن كل عطله بينيه وبعض الاحيان نقوم باضرابات في ايام العمل للتنديد بتماطل الوزاره لسنوات، لان الفوج الاول ديالنا تدمج 2008 واخر فوج 2011، وهذه سنوات ونحن نطالب بهذه المطالب العاديه والمشروعه، لكن لا اذان صاغيه من الوزاره. وتحياتي. احنا مدمجين ديال التربيه غير النظاميه، خدمنا في هذا المشروع، الحكومه يعني اختارت هذا المشروع انه ديروا باش نقد وليدات الشعب، وحنا خدمنا فيه طوعيه، بذلنا الغالي والنفيس، عانينا فيه لمده لا يعني ليست بالهينه، مده تصل الى 10 سنوات، كاين منا اللي خدم في التربيه غير النظاميه مده 10 سنوات، وكنا خدمنا فيه لانهم كانوا وعدونا بالادماج، ولكن ما تدمجناش، وبقينا عام كيضمن عام، عام كيضمن عام، حتى لقينا راسنا ضاعتنا 10 سنين من عمرنا، وبالتالي فاش جا الادماج جا بعد النضال، بعد التكرفيس هنا في الرباط، وعانينا بزاف في اننا وصلنا لذاك الادماج، ومن بعد كنتفاجئوا على ان ديك السنوات اللي خدمناها في التربيه غير النظاميه على انها ضاعت، وعلى انها ما غاديش تحسب لا في التقاعد ولا في الاقدميه العامه، وتقاعدوا منا ناس هذوما اللي فيقونا ان فئه منا تقاعدت، وتقاعدت بواحد التقاعد اللي هو هزيل جدا، واللي هو حشومه انه تعطى الرجل تعليم صراحه. فاحنا اللي المطلب ديالنا الوحيد وهو انه ديك السنوات اللي ضاعت منا يحتسبوها لنا اعتباريه في التقاعد وفي الاقدميه العامه، لانه هذاك راه عمل، هذاك راه جهد اللي بذلناه، هذيك راه سنين ضاعت من عمرنا. دابا فينا الناس اللي مراضين، فينا الناس اللي كيعولوا عائلات، فينا الناس اللي ما شاء الله زعما عندهم شي وضعيات مزريه، ومع ذلك يعني عنده ياخذ ذاك التقاعد الهزيل، فاش غادي يدير به؟ ما يقدوش حتى الادويه اللي ديال الامراض اللي تصاب بها من جراء المعاناه، العمل ديالنا من اللي بدينا فيه وحنا في المعاناه. فلا يعقل انه كنا كنتسنى هذا النظام الاساسي الجديد باش يجيب لنا شي جديد، يجيب لنا شي حاجه منصفه في حقنا، فما جابش شي حاجه منصفه لا في حقنا ولا في حق الاخرين الفئات الاخرى. فرجاء وكنوليو نتوسلوا مره اخرى في انه يحسبوا لنا ولو ديك السنوات الاعتباريه يعني في التقاعد وفي الاقدميه العامه. هذا ماشي شي مطلب يعني ماشي شي مطلب غالي، فهو مطلب بسيط جدا، وحنا بما اننا نقدنا اولاد الشعب ودمجناهم في السلك ديال التعليم العمومي، فالمكافاه ديالنا ولو البسيطه وهو انهم يحتسبوا لنا ديك السنوات ديال الضياع في التربيه في الاقدميه العامه وفي التقاعد، فهذا مطلب بسيط جدا. جينا باش نجزوا هذه الوقفه احتجاجا على الوزاره اللي هي سنت واحد النجيل هذه ديال الطماطول والتسويف، لهذا كان ولد وزاره بركه وبركه، لان حنا جينا كاساتذه التربيه النظاميه باش نطالبوا الوزاره باحتساب ديك السنوات اللي اشتغلناها في التربيه النظاميه سابقا في التقاعد وفي الاقدميه. علاش كيف يعقل بان هذا الاستاذ اللي كنت في حاجه المساء اليه انا ذاك
ونجحكم مجموعه من البرامج والمناهج واستطاع انه مثلا يردوا ديك التلاميذ اللي هما القاطعين والهدر المدرسي ورجعوا من الاقسام تنكروا ذاك الخير اللي ديك الساعه كنت محتاجين اليه. لهذا نطالب السيد الوزير باحتساب ديك السنوات اللي اشتغلنا فيها ديال التربيه الغنظاميه في التقاعد وفي الاقدميه، نسوه بالعراضيين اللي هما حتى هما اشتغلوا مثلنا وتسوات الوضعيه ديالهم. لهذا نقول للسيد الوزير ان هذه المحطه راه جات من بعد مجموعه من المحطات اللي حنا راه ماشي اول محطه، راه مجموعه من المحطات اللي حنايا جسدناها باش نقولوا ونوصلوا الصوت ديالنا على اساس هذا المطلبين يتحقق لنا، وهو احتساب السنوات اللي اشتغلناها في التقاعد وفي الاقدميه.